وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري. مساءك خير أستاذ. مساء النور، حياكم الله. حياك الله. في البداية لو تخبرنا شو أهمية إطلاق مبادرات تحث على الاستدامة عالميا ومحليا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على جهودكم في تغطية الأحداث والمبادرات البيئية. اليوم ولله الحمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير وليم أطلقوا مبادرات دولية لتعزيز استدامة البيئة. تأتي الأهمية أن وصلنا لقناعة أن المحافظة على البيئة واستدامتها هي ليست جهود فردية وليست جهود حتى دولة دون الأخرى. أغلب القضايا البيئية إحنا نتشاركها مع دول العالم، تحدياتنا وحدة. على سبيل المثال التغير المناخي، احتباس الحراري، التلوث وغيرها من التحديات هي مشتركة، ولذلك حلها سيكمن في تضافر كل الجهود، تشارك الخبرات بين وبين الدول الأخرى. ولذلك كنا حريصين على التعاون مع المملكة المتحدة وكذلك مع المجتمع الدولي لإطلاق هذه المبادرات. نعم أستاذ أحمد، لو نتحدث عن الجهود اللي أنتم تبذلونها في هيئة البيئة في أبوظبي لحماية البيئة وتعزيزها من التنوع البيولوجي. عندنا العديد من الجهود والمبادرات اللي نطلقها، من أهمها إطلاق شبكة المحميات الطبيعية. حاليا نمتلك 19 محمية برية وبحرية على مستوى الإمارة. كذلك عندنا جهود متعلقة بحماية وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض، على سبيل المثال المها العربي، المها الأفريقي وغيرها من الحيوانات. والحمد لله قمنا ببرامج إعادة توطين لهذه الأنواع وقدرنا أن نغير حالتها في الطبيعة. على سبيل المثال المها العربي كان يوم من الأيام منقرض من البرية، وبفضل جهود الدولة بتعاونها مع الدول الأخرى الحمد لله اليوم تحسن مستواه. جهودنا كذلك امتدت خارج الدولة على الصعيد الدولي مع المها الأفريقي، قمنا بإعادته إلى البرية بعد ما كان منقرض أكثر من 25 عام. عندنا شبكة من المحميات، عندنا برامج لمراقبة وتقييم البيئة بشكل مستمر، عندنا كذلك مبادرات مبتكرة على مستوى المنطقة وقدمناها مثل مبادرة الكربون الأزرق. الكربون الأزرق هي مبادرة خاصة بتقييم كمية تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في أشجار القرب وفي البيئات البحرية. أطلقنا أدواتها على المستوى العالمي والحمد لله تم تطبيقها في عدد من الدول. قواكم الله. أستاذ أحمد، يعني أشجار القرم تنتشر في كل مكان، يعني تقريبا على سواحل الدولة، وأنتم أطلقتم مبادرة اليوم، إلى ماذا تهدف هذه المبادرة؟ مبادرة القرم أبوظبي تهدف إلى أن تكون أبوظبي رائدة ومركز لأشجار القرم على عدد من الجوانب، من أهمها جانب المحافظة على هذه الأشجار وإكثارها. من ضمن المبادرة إنشاء مشتل متطور. هذا المشتل سيكون فريد من نوعه، يعني ما بيركز فقط على إكثار الأشجار، وإنما بتكون فيه جوانب تعليمية وجوانب مرتبطة بالأبحاث. هذه المبادرة تشمل كذلك عرض منصة دولية لتقديم مبادراتنا وخبراتنا وكذلك خبرات المجتمع الدولي على منصة واحدة. كثير من المبادرات تصير على مستوى دول العالم، في بعض الدول تواصلوا معنا يبون مثلا مبادرة الكربون الأزرق اللي ذكرناها. هذه المنصة اليوم بتقدم لهم كل هذه الأدوات في مكان واحد. نعم. أستاذ أحمد، لو بنتكلم عن موضوع التعاون بين أبوظبي ولندن، شو أهمية هذا التعاون خصوصا في هذا الشأن؟ التعاون بين طبعا تاريخي مع المملكة المتحدة، من ومثل تعاوننا اليوم اللي أطلقناه من خلال التعاون مع جمعية علوم الحيوان، تكمن أهميته أن نحن معاهم نتشارك في العديد من المبادرات الخاصة في المحافظة على أشجار القرم وإكثارها. بنركز في عملنا على
الخبرات اللي موجودة بين الطرفين على تحليل الجينات أو خلينا نقول المواد الوراثية في أشجار القرم. مثل ما تفضلت أخوي ذكرت أن أشجار القرم تنتشر على كثير من المناطق عندنا، ولكن نلاحظ أن هناك في اختلاف بينهم من ناحية الأطوال، من ناحية قدرات التحمل. نبغى نركز في أبحاثنا بين الطرفين على دراسة خصائص هذه النباتات ومعرفة ما هي الخواص الوراثية اللي تخلي هذا النوع قادر على التحمل والتكيف للظروف القاسية مثل الملوحة العالية، الحرارة شديدة. هذه الأنواع اللي عندها هذه الخواص ونكتشفها هي اللي بنركز عليها في المرحلة القادمة لمكافحة ظواهر متعلقة بالتغير المناخي وكذلك الاحتباس الحراري. زين، لو تخبرنا أستاذ أحمد شو أهمية شجرة القرم بشكل عام، خصوصا بعد هذا الاهتمام اللي قاعدين نشوفه منكم والإنجازات الكبيرة اللي تقومون فيها والجهودات المبذولة في المحافظة عليها، وهل لها أهمية خاصة تختلف عن غيرها من الأشجار؟ طبعا أشجار القرم أنتم ذكرتوا في تقريركم الكثير من الفوائد لها، من أهمها أن هي تعتبر موئل رئيسي للكثير من الحيوانات واللافقاريات وكذلك بعض الأنواع النباتية وبالأخص عندنا الطيور. تعتبر موائل القرم عندنا أو تحتضن مئات أنواع الأنواع من الحيوانات وتعتبر حاضنة للأسماك، يعني أغلب الأسماك تطرح بيوضها في مناطق أشجار القرم وتبدأ تتكاثر لما تكبر وتكمل مسارها. من أهم الفوائد اللي خلتنا نركز عليها وكذلك دول العالم مؤخرا قدرتها على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون. سوينا دراسة اتضح لنا أن أكثر من 40 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون الأشجار هذه قادرة أن تخزنها. قدرة أشجار القرم يعني تنافس حتى الغابات الاستوائية في تخزين الكربون. البعض قد يقول كيف الأشجار قادرة تأخذ كربون مع أن خلنا نقول الساق تبدو ضعيفة وما في كميات أخشاب كبيرة. اللي اكتشفناه في الدراسة أن هذه الأشجار قادرة تخزن الكربون بكميات كبيرة جدا في التربة، فلذلك برزت جهودها خاصة في مؤتمرات الدول الأطراف لتغير المناخ أن هذه تعتبر أحد الطرق الطبيعية والأدوات اللي موجودة لمكافحة التغير المناخي وتخفيض انبعاثات الكربون. فاتجهت الدول والعديد من الشركات والقطاع الخاص إلى هذه المبادرات، لأن هناك مبادرات أخرى بشرية تستخدم تكنولوجيا قد يكون لها آثار جانبية، لكن لما تحصل نحن نسميها حل من الطبيعة يكون هذا هو الخيار الأمثل والأكثر استدامة. نعم صحيح. جميل. طيب أستاذ أحمد، نحن عرفنا بأن بيتم إنشاء مشتل متطور في أبوظبي لشجرة القرم، هل في معلومات عن هذا المشتل وشو هي تخصصاته بالضبط؟ المشتل مثل ما ذكرنا سابقا بيركز على إكثار أشجار القرم بس بطريقة نوعية، ما بتكون بطريقة تقليدية، بيركز على أنواع الأشجار القرم اللي لها قدرة وخصائص وراثية أعلى في التحمل وقادر على التكيف بشكل أكبر. هذا المشتل بيكون تعليمي، يهدف إلى تعليم المختصين، طلبة الجامعات، طلبة المدارس على أهمية هذه الشجرة وكيفية زراعتها. بالإضافة لذلك بيتم التعاون مع مؤسسات أكاديمية لعمل الأبحاث من خلالها. نعم أستاذ أحمد، برأيك إلى أي مدى هناك ضرورة اليوم، يعني في ظل اللي قاعدين نشهده كيف تعامل الناس مع البيئة، شو ضرورة أن احنا نوعي المجتمع للمحافظة على البيئة؟ احنا دائما نقول كثر ما خلنا نقول الجهات بذلت دور تبقى دائما الآثار من الفرد نفسه، والفرد له مسؤولية كبيرة. اليوم قيام كل فرد بتحمل مسؤوليته ودوره بنقدر نحقق أهدافنا الكبيرة. على سبيل المثال احنا دائما نقول الفرد له دور في المحافظة على الحياة الفطرية اللي موجودة، عدم الأضرار فيها، عدم قطع الأشجار، التزام بالقوانين والتشريعات. من أهم القضايا واللي دائما نشوفها للأسف تتكرر موضوع رمي النفايات، يعني هذه ظاهرة منتشرة من البعض لكن للأسف تأثيرها يكون واضح للعيان.
فدائما نشجع الافراد على الالتزام فيها، رمي المخالفات في الاماكن المخصصه لها. كذلك الفرد له دور في حال انه رصد اي ظواهر غريبه او اي مخالفات، يتواصل مع الجهات الحكوميه من خلال ارقام التواصل يبلغ عنها. وكذلك لك دور في توعيه عائلتك اصدقائك ومن حولك في نقل هذه الرسائل البيئيه واهميه الالتزام فيها. نعم. الأستاذ أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي والبري والبحري، كل الشكر لك ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. الله يعافيكم. حياكم الله. الله يحييك. شكرا لكم.